والعجب إما أن يكون عجب استحسان أو عجب إنكار. فمن عجب الاستحسان قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وفي رواية مسلم وفي سواكه. والثاني وهو عجب الإنكار قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا صحة الإسناد يذهبون إلى رأي سفيان، فهذا إنكار.